وفد طبي إيطالي يصل إلى ذي قار لإجراء عمليات جراحية مجانية. مسؤول الوفد الإيطالي أكد لوان نيوز أن الفريق أجرى فحصاً ل300 مريض وأكمل أكثر من 180 عملية جراحية تنوعت بين الشفة الأرنبية والتشوهات الولادية والحروق، كلها أجريت داخل مستشفى الحبوب التعليمي في الناصرية. اسمي فالنتينا مييتي، أنا المسؤولة الإدارية للوفد الطبي الإيطالي. هذه المرة 25 اللي نأتي بها إلى العراق للناصرية. شكرا جزيلا لكل الفريق الطبي العراقي المساعد لنا في عملنا. شكرا جزيلا للشعب العراقي المضياف. طبعا أكملنا فحص 300 مريض من اللي عندهم تشوهات ولادية زائد الحروق، و أكملنا بحدود 180 عملية جراحية لهؤلاء. شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا للشعب العراقي المضياف. صحة ذي قار من جانبها بينت أن مهمة الوفد الإيطالي تلخصت في العمليات الجراحية المعقدة لكل أبناء الناصرية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية العراقية المرافقة لهم لتقويتهم من إجراء العمليات الجراحية. هذه الجاية 25 الوفد الإيطالي الناصرية، احنا نستقبل مرضى من كافة المحافظات باختصاصات الشفة الأرنبية واللها المفتوحة والحروق. أجرينا فحص ما يقارب 300 مريض، وراح نختار 180 عملية نجريها إن شاء الله. الوفد قلنا هاي الجاية 25 اللي قام بإجراء عمليات عديدة مختصة بهاي الاختصاصات وكذلك الجملة العصبية. نأمل أنه تتكرر هذه الجيات، بالإضافة للعمليات يتم إجراء التدريبات للكادر العراقي. المئات من العمليات الجراحية الدقيقة التي يجريها الوفد الطبي الإيطالي في ذي قار وسط ترحيب كبير من قبل الأهالي وأصحاب الدخل المحدود. من ذي قار نور السعيدي، وان نيوز.